طيب دكتور حسن، برضو يعني مش هعدي يوم ما عرفات، احنا خلاص يعني يوم السبت الجاي زي دلوقتي كده الاسبوع الجاي هيكون وقفة عرفات ان شاء الله. الصيام في يوم عرفات ايه الفضل بتاعه؟ يعني نعرف كده من خلال يعني اللي احنا قراءتنا وكده انه يوم عرفات الصيام فيه بيغفر الذنوب السنة فاتت والسنة جاية. نعم، حقيقة كما قلت فعلا استاذة سارة، يوم عرفات يوم عظيم. يوم عرفات من الأيام التي تعتبر يعني أقسم بها أيضا رب العزة سبحانه وتعالى، أو ذكرها أو علمنا معناها في قوله وشاهد ومشهود. فالشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة، هو فعلا يوم مشهود. لماذا؟ يباهي الله سبحانه وتعالى حيث يتنزل في هذا اليوم في عشية عرفات إلى يعني على الحجاج في صعيد عرفات، يباهي بهم الملائكة. فهذا يوم عظيم مشهود عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلائق أجمعين. هذا يوم يعني أراد الله سبحانه وتعالى ألا يحرم عباده في من هم في صعيد عرفات ومن في غير صعيد عرفات. ففي صعيد عرفات لا صيام، فيعني الحاج لا يصوم يوم عرفات، لكن حينما أراد رب العزة سبحانه وتعالى أن ينشر رحماته على عباده المسلمين فسن لمن لم يحج أن يصوم هذا اليوم حتى يكفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الماضية والسنة الباقية. فصيام يوم عرفات لمن لم يحج حتى يعني يقرب من ثواب من وقف على صعيد عرفات يباهي بهم الملائكة. وبالتالي فمن المشروع لمن لم يحج أن يصوم هذا اليوم حتى يكفر عنه خطاياه العام الماضي والعام المتبقي. طب من لم يستطيع الحج، وحضرتك كنت لسه بتتحدث عن هذا الموضوع، غير يوم عرفات وصيام يوم عرفات، إيه الأعمال الأخرى التي يستطيع أن يقوم بها كي يعني يصل جانب من التعبد ومن يعني حلاوة روحانيات هذه الأيام؟ منذ ليلة الأول من ذي الحجة ينبغي على المسلم أن يكبر ويستغفر ويدعو ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة الليل والقيام، صلاة القيام بالصيام بقراءة القرآن. لابد أن يجعل لنفسه وردا، يا حبذا لو ختم القرآن في هذه الليالي العشر. هذه كلها من الأعمال التي ينبغي على المسلم أن ينتهزها فرصة في هذه الأيام حتى ينال شرف هذه الأيام العظيمة.